يشارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على رأس وفد مصري رفيع المستوى في منتدى التعاون الصيني الأفريقي والذي يعقد على مستوى القمة بالعاصمة الصينية بكين بحضور قادة وزعماء ورؤساء الدول الأفريقية بالإضافة إلى رؤساء حكومات الدول الأعضاء وممثلي المنظمات الأفريقية والدولية. وتنطلق القمة والتي تعقد على مدار 4 أيام في الفترة من 3 وحتى 6 من سبتمبر الجاري تحت شعار العمل معا من أجل بناء مجتمع صيني أفريقي رفيع المستوى. المزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر زوم أحمد سعد موفد التلفزيون المصري. إليك أحمد. تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام. يعني بالفعل لك فعاليات منتدى التعاون الصيني الأفريقي على مستوى القمة والذي يعقد على مدار كل 3 سنوات وهو في دورته الرابعة ويشهد تفاعلا كبيرا من كافة الدول الأفريقية الصديقة والدول الأعضاء وكافة المنظمات الأفريقية والدولية التي تكون أعضاء في منتدى التعاون الصيني. يعني في هذه الدورة يعني وبعد انتهاء الدورة الماضية كوكاكا 8 بالعاصمة دكار السنغال تنطلق فعاليات هذا المنتدى بالفعل في دورته الرابعة وبالفعل سوف يكون هناك تشارك كبير ومشاركة واسعة من كافة الزعماء ومن الدول الصديقة أو الدول الأفريقية وكذلك رؤساء الحكومات وأعضاء المنظمات الدولية والأفريقية ويشارك على رأس وفد رفيع المستوى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي سوف يلقي كلمة مصر في منتدى التعاون الصيني الإفريقي مع الجلسة الافتتاحية في 5 سبتمبر المقبل. يعني بالفعل وصل الدكتور مصطفى مدبولي إلى العاصمة الصينية بكين والآن يجري يعني جلسة لقائية مع رئيس مجلس نواب الشعب الصيني وغدا هناك مأدبة عشاء للقادة وزعماء ورؤساء ورؤساء الحكومات في قصر الشعب الجمهوري والتي يعني يستضيفها او يكون ضيفها الرئيس الصيني شي جين بينغ ويكون بعد ذلك انطلاق القمه بعد غدا في قصر الشعب الجمهوري والذي سوف يشهد العديد من الفعاليات والجلسات الحواريه والنقاشيه للدفع بسبل التفاعل والتعاون ما بين الدول الافريقيه لتعميق سبل الشراكه الاقتصادية والتعاون التجاري والاستثماري والتجارة البينية ما بين الصين وإفريقيا. يعني بالفعل مصر والحكومة المصرية تحمل حقيبة مليئة بالعديد من الملفات خاصة يعني بعد ترفيع مستوى الشراكة الاستراتيجية ما بين الصين ومصر منذ عام 2014 منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام منصبه وبالفعل تحتفل مصر والصين في هذا التوقيت بترفيع مستوى العلاقات المرور 10 سنوات على ترفيع مستوى الشراكة الاستراتيجية ما بين البلدين الصديقين ويعملان البلدان في هذا التوقيت على البحث عن سبل تعزيز وتعميق سبل هذه الشراكة الاستراتيجية الشمالية بين البلدين تتويجا للعلاقات الممتدة لجذور طويلة إلى أبد التاريخ. يعني بالفعل هناك العديد من الملفات التي سوف يكون يتناولها الدكتور مصطفى مدبولي، هناك العديد من الجلسات أو بروتوكولات التعاون التي يجريها مع كبريات الشركات التجارية الصينية والاستثمارية هنا في محل إقامته، وكذلك سوف يكون هناك توقيع بروتوكولات مع الدكتور مصطفى مدبول الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات الذي سوف يكون هناك العديد من عقود الشراكة التي سوف يوقع عليها الجانبين المصريان والصيني. يعني بالفعل هناك العديد من الملفات وكذلك سوف يناقش الزعماء ورؤساء الأفارقة سبل تطوير هذه العلاقات ووضع حوكمة للتجارة العالمية خاصة في هذا التوقيت الذي تقيم عليه العديد من يعني الأحداث العالمية والإقليمية في هذا التوقيت.
إليك. بلا شك أنه منتدى في غاية الأهمية. كنت معنا من بكين مباشرة زميلي أحمد سعد موفد التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك.